عليكم البنات، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم، الله يحفظكم يا ربي. اليوم جبت لكم الجديد. السلام عليكم البنات، اليوم جبت الجديد، غادي تشوفوا معايا شي حويجات هكذا جدادين في التاويل مع منى. الحانوت ديالنا اللي بدينا به بسيط وغاديين معاه بشويه بشويه ان شاء الله غادي نقادوه بشي حويجات لي اوريجينال، شي حويجات لي زوينين اللي ما غاديش يكونوا ان شاء الله كاينين زعما بزاف ديال لي ماغازا، وهادي شي حويجه لي اوريجينال زوينه. المهم شوفوا معايا هادو، هاد القفيصات شحال فنين، غادي يعجبوكم ان شاء الله بزاف. ها هما هاد القفيصات هادو ديال بحال هكذا، دار فيهم شوكولا، يدار فيهم لي ماكارون، يدار فيهم الحلوى، الكعاب، الكعك، يدار فيهم دوك لي كيك، لي كيك اللي تنزوقو من الفوق بالفيرميسيل ولا شنو يقولوا له، هذاك كاب كيك تيقولوا ليهم لي كاب كيك، هكذا حيجيو فنين وشي حاجه اللي هما ما دايراش غزالين. ها هما المبخره البنات، ما لقيتش هذاك الموديل اللي موالفه نجيب، جبت هذا الموديل هذا منه شويه. هاد الكيسان هادو راه راقيين وروعه، وهادو كونوا هانين منهم الا درتوهم في لافيسيل. راه كاتبين لي كومونتير البنات، راه ما عمرهم ما تقشروا لهم ولا حتى حاجه، هاد الكاليتي راه زوينه. هاد الطبيس ها هما كيف ما تتشوفوا، راه باكي كبير فيه 12 12 12 على حسب نتوما اللي بغيتو. وشوفوا بحال هاد الصوينيه هادي، راهني جبت نفس الموتيف، نفس هاد اللي كاين هنايا، الزواقه اللي كاين هنايا راه كاينه في الصوينيه زعما، وكاينه بحال الرخامه، راه حتى هي انا غنوريكم الفيديو ديالها، الرخامه نفسها ونفس الصينيه. المهم شي حويجات اللي غزالين. وجبت بحال هادو البنات، ها هما هاد الصوينيات بحال هكذا، يا اما يتحط فيهم الشوكولا في هاد الوقيته هادي، يا اما يتحط فيهم هادي تحط فيها الحلوى، هاد الدايره هادي الحلوه بوحدها، هذه تحط فيها شوكولات، يتحط فيها الماكارون، يتحط فيها شي حاجه الا بقات عندكم غير الحلوه قليله تستفوها بهذه الطريقه زويونه وتحطوها وتبان انيقه وغزاله، ولا تحطوها ديكور فوق من بحال هكذا شي بلايصه موقره عندكم زويونه حدا المرايه، ديروا فيها هاد لي ديفيزور. ها هما راه جاو في الالوان، انا غادي نوريهم ليكم، هادو راه فيهم دوك العويدات ديالهم، تحلوهم من الباكي وديروا هكذا ديفيزور هنايا، وديروا داك البورت بوجي اللي كان عندي بحالو ديال هكذا ديال الزاج محطوط هنايا، وتتجي منظر غزال وشي حاجه اللي رخيصه، راه ما تيتعداوش 60 درهم، راه شي حاجه اللي فنه بزاف. هادو ما تيتعداوش 250 وتنتقد ان شاء الله، واثمنه جد مناسبه. هاد لي بلاطو حتى هما ما تيتعداوش هذاك الثمن، واثمنه جد مناسبه، وتنتقاد وتندير شي اثمنه اللي زوينين. وحتى حنايا بغينا شي حويجات اللي يدخلوا لديورنا ويكونوا كلاس، يكونوا فنين، يكونوا حويجات اللي ما مطليينش، ما محطوطينش بزاف. ها نتوما شوفوا بحال هاد الصوينيات هادو، راه شي حاجه روعه، ها نتوما كيف عاملين فنين، وما تيتعداوش 250 وتنتقاد الثمن الاول ديالهم هذا، وتنتقاد ان شاء الله. ها نتوما شوفوا شحال تيحمقوا غزالين. المهم الا خديتو شي حويجات بزاف راه ضروري غادي نقص لكم من هنا ومن هنا، لا ضر ولا ضرار، ضروري راه اختكم يلاه باديه ويلاه تتاخذ هادشي زويون، وتندخل حيت نتوما التشجيعات ديالكم وبيكم تندخل شي حويجات فنين، وبيكم وحق الله العظيم تنجرأ وتنمشي لشي قام كبار من الجهد ديالي، وتناخذ منها شويه شويه باش نبين لكم هاد الحانوت بانه راه ما غاديش يبقى محصور على سانك ديغام. سانك ديغام ديما غتبقى كاينه، ولكن ابتداء من سانك ديغام ديما كاينه، الستوك ديال سانك ديغام ديما عندي، ما عمره ما غادي يخطاني، ولكن الحويجات اللي زويونين ورويقين علاش لا حتى حنا نديروهم في ديورنا، علاش لا حتى حنا نفرحوا بشي حاجه اللي تكون انيقه وكلاس وتكون يبغيها اي يشوفها اي واحد ويعشقها، علاش لا؟ الله يسهل عليكم يا ربي. شوفوا هاد الصوينيات هادو راه تيحمقوا بزاف غزالين، وشوفوا بالرجيلات ديالهم، ها نتوما الرجيلات هكذا من التحت تيتحطوا هكذا الحلوه، ولا ها نتوما ربي البنات شوفوا فنين بزاف. شوفوا ها هي طاي الثانيه ديالها غزاله، الثمن الاول 250، ولا خديتو شي حويجات بزاف راني نتقاد معكم علاش لا. المهم شي حاجه اللي راه ما غاديش تحشمنا ان شاء الله، ما عمرها ما تحشمنا ان شاء الله، راه تناخذ شي حاجه اللي زوينه واخا الربح ديالها بسيط، ولكن ان شاء الله غزاله وغادي تعجبكم ان شاء الله. المهم شوفوا ها هما التفيفيحات راه عاودوا جاو، البنات اللي ما لقاوهمش ديك لا سومين ها هما راه جاو في اللوينات، راه هادشي ديال اللي تيصيفطوا لي البنات ديال الجاليه اللي في بلجيكا الله يوقف معاها، والسيده ديال فرنسا والاخرى، راه
تجيني سلعه كثيره غير هي لاكاس، تيترس لينا شي شويه وتيبقى شويه. مهم الحمد لله ها هما كاينين، هادو اللي عجبيني بزاف وبغيت نبارطاجيهم معاكم. ها هما هاد لي كاغاف، تيدار فيهم العصير كيف ما ديروا فيهم، غير سيتروناد ولا الماء الحامض ولا الماء النعناع. والحامض دوك السيتروناد اللي تيتقال عليهم ها هو تيدار هنايا، وهذا يدار فيه بحال هكذا العصير، وتيجي راقي وغزال وشي حاجه اللي باينه همه ما باينه اوريجينال. هادو اللي بحال اللي عندي انا في الصالون ديالي شفتوهم، ها هما في الارجنتي وجبتهم حتى في الدوغي، راهم حطيتهم الفوق تما في الدوغي جاوا غزالين. جبت هاد لي زاسيت هكذا، هاد سوينيات هكذا راقيين زويونين، راه كانوا سالاو داك النهار، ها هما عاودوا جاوني شي حاجه اللي زويونه. هاد الشميعات ها هما جاوا، وجاو دابا ثمنهم رخيص وزوين، ما غاديش ما غاليينش اطلاقا. وهاد لي ديفيزور هما اللي بغيت نبارطاجيهم معكم، لي شي حاجه لي واو البنات اللي ما لقاوهمش، ها هما عاودوا دخلوا ها نتوما على حساب نتوما اللي بغيتو. هذا راه ديال الورد، هذا ديال السيترون، هذا فاني، هذا راه ديال لافون ديال الخزامه، راه شي حاجه اللي غزاله اللي تبقى في الريحه في الدار. كيف تحلوا الدار غادي تشموا الريحه ديالهم، لانهم الروح ديال هذيك الريحه، وراه غزالين زويونين صغيورين، تحطوا لكم في اي بلاصه. مهم شي حاجه اللي مزيانه اللي غادي تعجبكم ان شاء الله يا ربي. هاد السوينيات راه ما بقاوش بزاف، بقاو ثلاثة، ولكن شي حاجة اللي ما غاديش تحشمكم، باينين زوينين وهمة. هاد الفريريقات هما اللي لاحظ اللي بارطاجينا داك النهار، ولكن هادو اللي ما شفتوش راهما روعة بزاف وغادي يعجبوكم ان شاء الله. ها هما هادي ديال الخبز مع هادو ديال هكذا، ها هي كيف ما مكتوبه هنايا، مكتوبه هذاك بريد ديال الخبز، وهذيك تيتحط فيها اتاي والكافي والسكر. مهم شي حاجه اللي غزاله، شوفوا اللي عندها كويزينه في الموف، ها هي شي حاجه انيقه اوريجينال، ما زعما ما دايراش بزاف. وشوفوا هادي شحال حتى تحمق هاد البلو، وشوفوا هذا اللون شحال زوين، زعما لون حلو وبين بين شي حاجه اللي موديرن بزاف، وبين شي حاجه اللي زويونه، يداروا في الكويزين تيبانوا فنين. ايوا وشنو اللي جبت عاوتاني؟ المهم جبت شي حاجه اخرى، انا غادي نوريها لكم عاود، ديال الحمام ديال لي سال دو بان. ها هي غادي تشوفوها، هي هادي هانتوما البنات، هادو ديال لي سال دو بان ديال الخشب، شي حاجه اللي غزاله وما غاديش تحشمكم، ما تتهرس ما والو، هانتوما راه خشب هنايا لتحت ديالو، وشي حاجه اللي غزاله بزاف غادي تعجبكم ان شاء الله، وثمنها مناسب فنين. درتها مع هاد السليلات هانتوما السلعه ديالي ضروري نوظفها معاها، منظمات بحال هكا تنظموا بهم الحمام ديالكم، وتحطوا هادو شي حاجه اللي فنه ما مطلياش بزاف غزاله. وهادو هاد لي تيرموس راه فنين بزاف، وراه ماشي جاج، هادو راه اينوكس من الداخل، هذا نص ايترو وهذا ايترو. مهم راه شي حاجه اللي غزاله اينوكس، هادو راه اينوكس من الداخل، ما غادي يتهرسوا لكم حتى حاجه، كاينين في هاد اللون وكاينين في البرونز وفي الارجونتي على حسب نتوما اللي بغيتو. المهم انا عجبني النوار وحطيت هكذا بهذه الطريقه النوار. ايوا وكاين هكذا هاد المنظمات، راه هادشي غير رخيص كيف ما تتشوفوا. هاد الطبيصلات ها هما راه عاود جبتهم 6 ديال الطباصل مع طبسيل كبير، هادو اللي في اللوينات ها هما عزيزين عليا ضروري تنجيبهم. ها هما هاد لي بلاطو تا هما جبتهم في اللوينات هذاك الشكل بحال هكذاك، وكاينين هادو هاد الصغيورين راه سالاو ليه شويه، هادو ديال الغوز ها هو ديالهم، شوفوا شحال تيحمق. وهاد الطبيصلات كيف ما قلت لكم راه ما تن نسخاش منهم، تيعجبوني بزاف، هانتوما غزالين ورخيصين، ماشي شي حاجه اللي غاليه، زويونين ما تيتعداوش 10 دراهم، راه شي حاجه اللي همه بزاف وزويونه. وهكذا الكيسان سالاو لي وانا عاود جبتهم، واحد السيده تبارك الله عليها من كازا خدات من عندي، الله يكبر بها وحفظ لها وليداتها، خدات هذوك الكويسات. مهم واحد السيده حتى هي من حسان جات خدات كلهم الله يعطيها الخير، هاهما عاود جبتهم، جبت هذوك اللوينات اللي عاجبيني، هذاك الدوغي والارجونتي تيمشي مع كلشي، هذاك البرونز حتى هو تيمشي مع كلشي، جبت هاد الغوج هذا وجبت البلو، زعما دوك الغوج والبلو هو اللي كانوا تيتمشاو لي بزاف، انا عاد دخلتهم هاد الصباح يلاه استفت وقلت نوريكم. وهاد هادو حتى هما يلاه جبتهم، ها هما
ها هما ديال بحال هكذا، يدار فيهم الشوكولا، يدار فيهم الحلوى، يدار فيهم حتى هذا لي كابسول ديال لي كافي. المهم فنين شكي لهم غزال يتحطوا عليه فوق الطبله ويبانوا فنين، يدار فيهم الملح، زعما عطى الله ما يدار. الله يسر لكم. وهاد الفنين شوفوا شحال غزالين زويونين بزاف. مهم ثمنهم راه باين ورخيص وراه ما غاليينش، ديال الخشب وشي حاجه اللي غزاله كان حتى في النوار وسلالي بقاو. هاد البيض هذا راه عاود جبت من البيض لانه تيتمشى لي دغيا. ها هما هاد القفيصات راه كيف ما تشوفوا في الفيديو دابا اللي غنحط لكم، كاينين القفص على حسب الشكل اللي اختاريتو في الصوينيه على حسب الشكل. ها هما هاد الطبيصلات هادو كاينين الصغارين وكاينين الكبارين ديالهم ديال 260. الكويسات حتى هما، الفراقات ها هما كاينين ديال 100، ديال 120 درهم. مهم اثمنه اللي زويونين زويونين زويونين، ان شاء الله غادي يعجبوكم. وهاد لي بلاطو البنات، هاد لي بلاطو شي حاجه اللي كلاس بزاف واللي غادي تعجبكم ان شاء الله. وهادو اللي عقلتو اللي بديت بهم في هاد المحل، باقي غادي نجيبهم ان شاء الله. اي والله يسر الامور والله يحفظكم يا ربي. ها هما هاد الطبيصلات هادو عجبوني بزاف اللي كنت بارطاجيت معكم داك النهار، راه جبت منهم شويه شويه. الله يسهل امركم. وهاد الرويحات ما تنساوهمش راه غزالين. ها هما راه جاو ها هما راه جاو في الشكيلات اللي بغيتو. الشميعات راه حتى هما جاو وجاو رخاصين هاد المره ان شاء الله يا ربي. له الحشمنا انا راه وحق الله العظيم مدى بيا انني ندير سلعه رخيصه وسلعه ناقصه وندير سلعه اللي في متناول الجميع اللي كلشي ياخذ، ولكن والله العظيم كاين شي حوايج اللي فوق المقدره ديالي. بحال مثلا السلعه اللي تيصيفطوا البنات راه تيغليها الترونسبور اللي تيمشي 20 درهم للكيلو، وليو ديال 15 درهم الكيلو ولاو يديروا لي 20 درهم لان تنكتبوا في خاجيل وعندك تيغليها لاكاس النص التحتاني يتهرس والنص الفوقاني يتهرس تيوصلني غير الوسطاني. راه ضروري لان راه تتجي في الكار وتتبدل من هنا لهنا حتى توصل. هذا الشيء اللي كاين مادا بيا. الله يعطيكم صحيحتكم. واللي بغيت عاوتاني نبارطاجي معكم هما هاد سميتو الهيدورات. ها هما الصغيورين راه جاو. ها هي هذه شكيل ديال الهويضيره صغيوره، جاو في اللوينات. ها هما راه حطيتهم هنايا راه في الكميه اللي كثيره. كاينين هادو والله يا ضل الكبار ديال كاينين وحدين 100 درهم، وكاينين الكبار عند الحجم الكبير. وفي هاد لا ماتيغ هادي دايره ليهم 200 درهم لانهم يستاهلوا، كبار وحجمهم كبير ولا ماتيغ فنه ديالهم. والصغارين ديال هادو راه 100 درهم صافي. هاد الشيء اللي كاين. وكاينين في الالوان ان شاء الله. هادو راهم جبتهم بزاف فنين منظمات هكذا. هانتوما بالسداده ديالهم تحطوا فيهم كلشي وتسدوا. مهم شي حاجه اللي غزاله. ايوا وهاد الوريضات هاوما عاود جبتهم غزالين زويونين، ثمنهم راه ما تيتعداش 45 درهم، زعما راه رخاصين وزويونين. والله يسهل امركم ومرحبا بكم عند اختكم. الله يكبر بكم يا ربي. بغيت نوريكم حاجه اخرى. انا غنوري لكم هادو. ها هما راه جبت فيهم شكيلات تريات. شوفوا النواغ شحال غزاله، وشوفوا هاد البلون هادي، هاد البلون هادي فنه بزاف. وهاد البلون شوفوا شحال كبيبره وباينه هما تتحمق. وكاينه هادي راه معروفه كاينه في لي مارك نيت الكبار ودايرين ليها ثمن لي كتير بزاف، ولكن هنايا راه فنين زويونين بزاف. 350 درهم راه ماشي شي حاجه اللي غاليه ولا شي حاجه اللي كثيره، ثمنهم مناسب بزاف وغزالين. شوفوا هاد النواغ شحال كلاس، وهادي شحال تتحمق بزاف. شوفوا هادي شحال زويونه ياك. وهادي راه تلقاوها بزاف في لي مارك الكبار عاملينها وحاطين بحالها تماما. هادي حتى هي المهم شي حاجه اللي غزاله. ونوريكم واحده ها هما هادو اللي تيحطوا اللي وريتكم اللي جبت ديال اللي كاتبين فيهم بريد زعما الخبز وكاتبين فيهم على الكوفي وداكشي. ها هما فنين. في الاول انا كاع ما عرفت ديال الخبز جبتهم ما عارفاش ديالاش، تقراتهم ليا واحد الكليانه قالت ليا بلاتي وبدات تقرا ليا حيت الورقه ديالهم باللونجلي، وهي تقرا ليا قالت ليا هذا بريد يعني الخبز وهذا الكوفي وهذا شوغر. والله يسهل امركم يا ربي. هذيك بريد اللي ما عرفتش في الحقيقه شوغر وداكشي باين، ما تضحكوا علي الله يكبر بيكم. كاينين هادو ديال اللي تيتحطوا تحت من لي زاسيات. ها هما شوفوا شحال فنين. وفي الالوان اللي غزالين، الالوان اللي واعرين اللي غادي يعجبوكم. النوار شوفوا الكغي ديالهم
بلاتي شوفوا هاد اللون شحال زويون ديال الصيف، وها نتوما اللوينات على حسب نتوما اللي بغيتو، ودايره ليهم ثمن مناسب، ما مغلياهمش عاد، ولا ماتيغ ديالهم فنه بزاف، راه ما تيتعداوش 10 دراهم 7 دراهم تنبيعهم، رخاصين. انا راه ما تنقولش الاثمنه على الناس اللي حدايا، الناس حدايا لا طيحت عاود الاثمنه هنايا ما غاديش يوليو بحال اللي وقع لي ديك المره، ودرت اللايف وريت فيه الاثمنه ليكم، تيمشيو عند واحد لا راه عندها هي رخاصين، راه لا عندها هي، حتى تيجيو يقولوا لي حشومه عليك، ما بغينا راه الاثمنه زعما ما بغيتش نضرب بهم شي واحد ولا بغيت نغلي ولا والو، اثمنه جد مناسبه، تناخذ منهم شويه ليا وتنحط منهم راس المال، والله يجعل البركه. راه حانوت كله ما فيش شي حاجه اللي تتعدى 250 درهم اثمنه، اللي وداكشي اللي تيتعدى 250 عندي قليل، ماشي شي حاجه اللي كثيره. مهم ها نتوما البنات، ها هو الحانوت ديالنا ابتداء من 5 دراهم، ها هو بادي وها هو تيتطور وها هو غادي ان شاء الله. الله ييسر لكم، ادعوا معنا، دعوي الخير راه تيوصلوني، تيوقفوا ليا الناس ديال الخير، وتيوقفوا ليا بنات مزيانين نقيقين تيجيو عندي ويتقداو ويدعوا معايا. الله يجعل ربي يحفظكم ويكبر بكم يا ربي. شويه صعيبه القضيه، راه ماشي سهله البنات، ولكن ان شاء الله كل شيء غادي يدوز، وان شاء الله من هاد الحانوت نوليو في حانوت كبير ان شاء الله يا ربي، علاش لا، الطموح هو كل شيء. القضيه صعيبه ولكن ان شاء الله غادي تولي سهله بكم، الله يحفظكم يا ربي. شوفوا هاد المنظمات شحال فنين، ماشي منظمات، الفراقات لي بونبونيغ غزالين في الغوز، انا راه عاجبني الغوز، عاجبني الغوز بزاف. الله يعطيكم صحيحتكم، والله يرفع علينا هاد الوباء يا ربي، الله يجعل ربي يرفع علينا الوباء ويدوز هاد لا بيريود هادي الصعيبه، دوز هاد القضيه هادي الصعيبه، الله ييسر ليكم. شوفوا هادي اللي في الدوغي شحال غزاله، تتبان تتحمق، مهميه تخليوها غير محطوطه فوق من الصاله ولا فوق من الكوان، بركه بركه. وهذوك الطبيصلات الكبار ديال الحطه شحال واعرين، مرحبا بكم عند اختكم، ومرحبا بكم في الحانوت ديالكم اللي حضرتو ليه البدايه ديالو. وها هو غادي ان شاء الله، حنايا غاديين بشي حويجات بساط وشي حويجات زوينين، وغادي نقادو من دويراتنا شي حويجات بساطين، وغادي نزيدو بهم القدام ان شاء الله، الله يسهل. المهم هو ان الانسان يكون معقول والنيه تكون صافيه، وهذا ما كان، ما نحاولوا نتعرفوا على ناس وما نشوفوش الخبايا ديالهم الداخل ديالهم، ونبقاو نتعمقوا لا راه ناويين لا راه، خلي النيه لله سبحانه وتعالى، خلي كل واحد ونيته، خذ باللي تيعطيك، تيعطيك الواحد شي حاجه زوينه خذ بها، تيعطيك الواحد شي حاجه خايبه خليه منه المولاه. انا ما عرفتش علاش نقول لكم هذا الكلام، ولكن جا في هاد الظرفيه اللي محتاجه انني نسمع لشي واحد اللي مزيان، محتاجه ليكم الكلامكم الزوين، محتاجه انني نقرا التعاليق ونقرا دعاويكم الزوينين. الله يسهل عليكم، دخلت سلعه زوينه وما خايفاش هاد المره، قلت بسم الله وتوكلت على الله، سلعه شي شويه طالع البي جي ديالها على مولات 5 دراهم، ولكن الله يسهل، الله يحفظكم. السلام عليكم، الله يحفظكم يا ربي، والله يدخل علينا هاد السنه يا رب العالمين بالصحه والسلامه، ويترفع علينا هاد الوباء، الله يحفظكم يا ربي. وبارطاجيو بارطاجيو مع مونا، الله يحفظكم. هانتوما السليعه جات جديده، وباقي غادي نجيب ان شاء الله سلعه راقيه بزاف وغادي تعجبكم، وديما ثمن مناسب ان شاء الله. الله يحفظكم يا ربي، والله يرفع علينا هاد الوباء.